تقوم بالضغط على Windows S ثم داخل البحث تكتب السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرة أخرى مع دروس بسيطة وسهلة وسريعة وشرحات مفيدة. هذه المرة مع Windows والشرح يخص أداة إزالة البرامج الضارة في نظام Windows. تقوم بإزالة الفيروسات مجانا، وتم تطوير هذه الأداة في سنة 2005 ويمكن تحميلها أو تثبيتها على ويندوز 7 كذلك، وهي خاصة بمكافحة الفيروسات عند الطلب. تقوم بمسح يعني عمل سكان للكمبيوتر بحثا عن البرامج الضارة الواسعة الانتشار ومحاولة القضاء على هذه الإصابة التي تسببها تلك البرامج أو تلك الفيروسات. كيف تعمل؟ مثلا في ويندوز 10 مثبتة تلقائيا، تقوم بالضغط على ويندوز S ثم داخل البحث تكتب MRT، تظهر الأيقونة تقوم بفتحها. هذه واجهة الأداة كما تشاهد مباشرة. Next، هناك ثلاث خطوات، يعني العمل سكان بسيط متوسط أو قوي، أو هنا كذلك تختار حتى الفولدر أو الملفات التي تشك أنه يوجد فيها فيروسات. نختار الأول هكذا ثم Next، فتبدأ عملية سكان أو المسح في جهاز وكل ملفات نظام ويندوز. بعد الانتهاء إن وجد أي، هنا يظهر فايل infected إن وجد أي فيروس فتقوم بحذفه بسهولة. كما شاهد في حاسوبي لا يوجد أي ملف ضار في الحاسوب، وبالتالي لا يوجد خطر. فكما شاهدتم بسيطة جدا. يمكنك كما قلت إن كان لديك ويندوز 7 يمكنك تحميل البرنامج من الانترنت، وحجمه حوالي 120 ميجا، وتثبيته والعمل به. إذا كان هذا الشرح اليوم، شكرا للمتابعة. لا تنسوا دائما الاشتراك في القناة ودعمنا بلايك للفيديو. إلى الشرح القادم، سلام.